الذي تتم بنعمته التي تتم الصالحات بنعمته. وأزكى الصلاة والسلام على معلم الناس الخير ومرشد البشرية إلى الرشد وداعي الخلق إلى الحق ومخرج الناس من الظلمات إلى النور، البشير النذير والسراج المنير، صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود، عليه وعلى آله وأصحاب الركع السجود أفضل الصلاة وأتم السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم نفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، وإياكم المعاصي وكفر النعم، فما اقترف قوم المعاصي وكفروا بالنعم ولم ينزعوا إلى التوبة فقد سلبوا عزهم وسلط عليهم عدوهم، ومن خاف اليوم أمن غدا. وحديثنا اليوم عن وقفة عند سورة قصيرة، سورة حفظناها في طفولتنا ونكثر من قراءتها في صلاتنا ونختم بها مجالسنا ونتلوها عند بداية السفر تأسيا من المصطفى صلى الله عليه وسلم وإحياء لسنته. هذه السورة سورة العصر، قال عنها الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو ما أنزل الله على أمة محمد إلا هذه السورة لكفتهم لما تضمنته من خير الدنيا والآخرة. وكل مسلم يتمتع بصفاء النفس وشفافية الروح والنظرة العلمية والربط الوثيق بين القول والعمل عند النظر في القرآن الكريم، تتفتح له آفاق واسعة وأسرار عظيمة في هذه السورة الكريمة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. حقا إن العصر يتحرك، وكل شيء في حياتنا يتحرك، الليل والنهار والشمس والقمر، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقضي العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نعم، حياة وموت، ودول تقوم ودول تنتهي. أيضا دورة الحياة هي مستمرة في هذا الكون. وصدق الله العظيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل مولود يولد ومعه رصيد من السنوات، هذا الرصيد ينقص في كل يوم، كل يوم ينقص، يقترب الأجل وينقص العمر، شاء الإنسان أم أبى، ليس له في هذا مشيئة. نعم، إن الإنسان لفي خسر، لكن اللبيب الذي ينظر نظرة صائبة دقيقة يرى في هذا الاستثناء في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان علاقة وثيقة بين الإنسان وبين ربه، والعمل الصالح أيضا رباط بين الله وبين الإنسان، وبين الإنسان وبين سائر الخلائق. وكل عمل يزكو به وجه الحياة، سواء من العبادات أو المعاملات أو العلاقات الداخلية أو الخارجية أو العلاقة الأسرية، نعم، كل هذا يتحقق في قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالصالحات كل ما يكتسبه الإنسان ويحرص على تحصيله من الأعمال
التي ترضي الله جل وعلا ويحصل بها عمران الكون وتحصل بها العلاقة بين الناس. وليس هذا فحسب، وإنما تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن عمل الصالحات قد نفتر يوم من الأيام وقد ننتهي أو نقصر، فيأتي التواصي بالحق. تواصي بالحق ليس مقصور على العمل الشخصي، وإنما عملك مع الناس، كل الناس، مع أسرتك زوجة وأولادا ووالدين وأقارب ومع الجيران ومع زملائك في العمل. نعم، لا بد من التواصي بالحق. والعمل بالحق ليس رأسيا فقط بين القاعدة والقمة، ولا أفقيا فحسب بينك وبين سائر الزملاء، بل هو عمل متواصل يدعو إلى الخير ويدعو إلى البر ويدعو إلى الإحسان. ثم أيضا تواصي بالصبر. التواصي بالصبر هو أن لا حد لهذا الصبر إلا ما شاء الله وما استطاعته طاقة الإنسان من العمل المتواصل والتحمل والقدرة على مواصلة السعي في ميدان الخير، كل الخير. والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال أيضا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن تزكو وجه الحياة بما تكتسبه من عمل صالح، ولا أطيب وأفضل من أن تسعى لتحصيل عمل الصالح ليكون خيرا لك، عمل صالح في دار تفنى ليكون لك رصيدا في دار تبقى، بذر هنا وحصاد هناك، غرس هنا وزرع هناك. نعم يا عباد الله، إن الإنسان يعمر آخرته بما يستطيع من عمل صالح في هذه الدنيا. فهذه سورة العصر سورة تزكو بها النفس وتطهر بها القلب، وليس هناك أفضل من أن نحصل على قلوب خالية من الحسد والكذب والغيبة والنميمة والإساءة إلى الآخرين. فيتعين على كل مسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح. إذن في هذه المناسبة أيضا نتذكر أن العمل الصالح يضاعف إلى مئات وإلى مئات الأضعاف، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة تتبعه أذى، والله غني حليم. ونتذكر أيضا ما حدث به جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال: كنا ذات يوم عند المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل أناس من الأعراب يظهر عليهم الفقر والفاقة والعوز والحاجة، فتمعر وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم وتأثر كثيرا، فخرج من المسجد ثم رجع وأمر بلال أن يؤذن الصلاة الجامعة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ الآية الأولى من سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ الآية 18 من سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من مد بره، من مد تمره، من ثيابه، فتسابق الناس يقدمون ما يستطيعون. وجاء أحد الأنصار رضي الله عنهم جميعا ومعه صرة من دنانير الذهب تكاد يده أن تعجز عنها، عن حبلها، بل إنها عجز بالفعل، فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجه الكريم تهلل كأنه مذهبه. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيئا. ثم التفت فإذا أكوام من الدنانير والدراهم ومن البر والتمر ومن أنواع الأطعمة والثياب، فسر صلى الله عليه وسلم وزال الكرب عمن ألم به الكرب. ونحن هنا إذا نظرنا إلى مسجدنا هذا الذي مضى على افتتاحه 10 سنوات ونحن نراوح في مكاننا دون تقدم يذكر، وهذا في الواقع لا يليق بالمسلمين الذين يؤمون هذا المسجد أو الذين يعرفون أوضاع هذا المسجد. ولهذا أدعو كل مسلم أن يقدم ما يستطيع من التماس الحسنات ومضاعفتها، ولعل الله يكفر عنه السيئات ويمحو عنه الخطايا ويرفع درجاته في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. كل مسلم يتبرع ما يستطيع، والذي لا يستطيع أن يتبرع فليقرض المسجد. كل أسرة لو قدمت 1000 جنيه سواء تبرعا أو قرضا سنجد عندنا مبالغ تكفي لبناء مشروعنا هذا. وإذا كنا نعلم في الإسلام أهمية المساجد، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة لم يشتغل ببناء بيت له، وإنما اختار موضع المسجد وشارك صحابته في بناء المسجد، حمل معه الطين واللبن والأخشاب والجليد حتى تم بناء المسجد، وأصبح المسجد مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم جامعة ينشر فيه العلم وجامع لإقامة الصلوات الخمس والجمعة. هكذا نريد أن يكون مسجدنا هذا جامع وجامعة وصرح شامخ ووجه مشرق للمسلمين في هذه البلاد. فإني أدعوكم وأؤكد على هذه الدعوة في المسارعة إلى الخيرات، والمسارعة إلى اكتساب الحسنات، والمسارعة إلى السعي في رفع الدرجات. وفقكم الله لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه التواب الرحيم.